بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة دراسات للصف الأول الإعدادي. النهاردة هنتكلم عن درس جديد، درس بيتكلم عن دورتها الأرض. الأرض ليها دورتين، دورة يومية ودورة سنوية. الدورة اليومية ديت بأن الأرض بتدور حوالين نفسها أو حوالين محورها أمام الشمس مرة كل 24 ساعة من الغرب إلى الشرق، وبينتج عنها مجموعة من النتائج، منها تعاقب الليل والنهار، ظاهرة الشروق والغروب، انحراف الأجسام الساقطة عن سطح الأرض عن الخط العمودي، انحراف الرياح. أما الدورة السنوية ودي طبعا بتكون الأرض بتدور حوالين الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 365 وربع يوم، يعني كل سنة، بينتج عنها ظاهرة تعاقب فصول السنة الأربعة. في الدرس الثاني هنتناول الدورة اليومية للأرض اللي هي تعاقب الليل والنهار، وفي الدرس الثالث بإذن الله هنعرف مع بعض إيه ظاهرة تعاقب الفصول الأربعة. الدرس طبعا بيتكلم عن ظاهرة الليل والنهار. في الدرس ده هنتعرف على تعاقب الليل والنهار وحدوث ظاهرة الشروق والغروب، انحراف الأجسام الساقطة، انحراف الرياح. تعالوا مع بعض كده نبدأ درسنا. اولا ظاهرة تعاقب الليل والنهار، طبعا احنا عارفين ان كل يوم عندنا بيحصل ايه، ليل ونهار. يعني الصبح مثلا جو منور والشمس طالعة، وبعد كده نلاقي الشمس بتغرب والدنيا تبقى ظلام، يأتي الليل. بعد كده نلاقي الشمس تطلع تاني وتشرق تاني ويبدأ يوم جديد، وكل يوم بيحصل نفس الظاهرة ديت اللي احنا بنقول عليها ايه، تعاقب الليل والنهار. طب يا ترى ده مهم لحياتنا؟ اكيد طبعا مهم جدا جدا، لان الانسان ربنا خلقه محتاج ايه؟ محتاج نهار علشان يشتغل فيه ويشقى ويتعب ويجيب رزقه، ومحتاج ليل علشان يرتاح فيه. ما يقدرش الانسان يعيش في نهار دائم ولا يعيش في ليل دائم. فمن رحمة ربنا ان هو عمل لنا ايه؟ عمل لنا تعاقب الليل والنهار. وتعالوا هنتعرف مع بعض ليه بيحصل ليل ونهار. هنا ظاهرة تعاقب الليل والنهار تعد من أهم الظواهر الكونية التي تنظم الحياة ونعيشها يوميا، وهي معجزة إلهية زي ما قلنا لم يتمكن العلماء من كشف أسرارها إلا في أواخر القرن العشرين. كيف تحدث ظاهرة الليل والنهار وكيف يتعاقبان؟ يعني إزاي بتحصل وإزاي يتعاقبان؟ يعني بيجوا وراء بعض على طول باستمرار. ظاهرة الليل والنهار يا حبايبي تحدث نتيجة ايه؟ الشكل الكروي للأرض. الشكل الكروي للأرض، لأن الأرض قلنا شكلها ايه؟ كروية تقريبا. طيب زي ما احنا شايفين في صورة كده قدامنا، الأرض بشكلها الكروي ده بتبقى واقفة قدام ايه؟ الشمس. نص الأرض المواجه للشمس بيبقى فيه ايه؟ نهار. ضوء الشمس هو جاي عليه وحرارة الشمس، فبيبقى هنا في النص ده فيه نهار. طب النص التاني البعيد عن الشمس بيكون فيه ليل، مش واصله لا ضوء ولا حرارة الشمس، فعنده ايه؟ ليل. يبقى نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس يتلقى الضوء فيكون النهار، ونصف الكرة الأرضية البعيد عن الشمس يسود الظلام فيكون الليل. تمام كده؟ تمام. وزي ما احنا شايفين، شوفوا هو جايب لنا ايه؟ جايب لنا مصر اهيت، بلدنا اهي، وادي علم مصر اهو. شايفين احنا كده هنا في النص دوت كده في الليل. طيب تعالوا بقى كده ننزل على الشكل اللي تحت اللي هو ايه؟ اللي هو تعاقب الليل والنهار. نتيجة دوران الأرض حوالين محورها أمام الشمس اللي احنا بنسميها الايه؟ الدورة اليومية. الأرض ليها دورة يومية، يعني بتحصل كل يوم بتدور حوالين محورها. ايه محورها ده يا مس؟ محورها ده شايفين الخط ده؟ ده خط كده وهمي بيمر بمركز الأرض، واصل من القطب الشمالي لغاية القطب الجنوبي، بس الخط ده مش جاي عمودي. يبقى محور الأرض محور مائل أو خط وهمي بيمر بمركز الأرض، وبيكون مائل بزاوية مقدارها 23.5 درجة، يعني ما بيكونش خط إيه؟ عمودي. يعني مش عمودي بالشكل ده زي ما احنا شايفينه هو، لكنه إيه؟ مائل زي ما احنا شايفين في الصورة. طيب هو يعني دوت إيه النتيجة بتاعته؟ يعني هو ايه يعني مائل وايه يعني عمودي؟ ايه اللي بيترتب على كده؟ ميل محور الارض بيخلي في اختلاف في ساعات الليل والنهار. يعني مثلا بلاقي النهار يطول في مكان ويبقى قصير في مكان تاني، والليل يبقى طويل في مكان وقصير في مكان تاني.
او مثلا زي ما احنا عندنا مثلا في الصيف نلاقي النهار طويل والليل قصير، في الشتاء بيحصل العكس، بنلاقي النهار بيبقى قصير، ساعات النهار قصيرة والليل طبعا ساعاته طويلة جدا. ده بقى سببه اختلاف ساعات الليل والنهار، ده بسبب ميل محور الأرض هو اللي بيؤدي إلى اختلاف ساعات الليل والنهار. طيب هو لو كان المحور عمودي زي ما احنا شايفين كده في الشكل، لو كان عمودي بالشكل ده كان ايه اللي يحصل؟ هيصبح النهار والليل قد بعض، توقيت الليل والنهار زي بعض بالظبط، يعني 12 ساعة نهار 12 ساعة ليل، مش هيبقى فيه أي اختلاف. طول السنة النهار والليل يبقوا قد بعض، وفي أي مكان أي دولة النهار والليل فيها قد بعض، لكن طبعا ده مش موجود. وده ليه؟ السبب فيه هو ميل محور الأرض. عايزين بقى نشوف لو الأرض، هنقول لو الأرض كانت ثابتة يعني ما بتدورش حوالين محورها، كان إيه اللي يحصل؟ هيحصل إيه؟ هيحصل نص الأرض هيبقى في نهار دائم، إن هو النص المواجه للشمس في نهار دائم، والنص الآخر في ليل دائم. يعني الناس اللي عايشين هنا قدام الشمس كده في النص ده يبقى عندهم نهار على طول، والناس اللي عايشين في النص التاني يبقوا في ليل على طول. طب وده ينفع كده في الحياة؟ ينفع نعيش كده؟ طبعا ما ينفعش. احنا قلنا ان لازم يبقى في تعاقب ليل ونهار، علشان ايه؟ انا محتاج، الانسان محتاج النهار يشتغل والليل يرتاح، لكن لو عشت في نهار على طول مش هينفع، يعني الانسان مش هيستحمل كده وممكن يموت، وبرضه لو ليل على طول برضه مش هنستحمل. يبقى لازم أن يكون في تعاقب ليل ونهار، عشان كده ربنا خلالنا الارض بايه؟ بتدور حوالين نفسها، فيحصل تعاقب للليل والنهار. يبقى لو قلت ماذا يحدث لو كانت الارض ثابته غير متحركه، هنقول اصبح نصفها المواجه للشمس في نهار دائم، والنصف الاخر في ليل ايه؟ دائم. طب لو قلت ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حوالين محورها مرة كل 24 ساعة ومرة كل يوم، هنقول إيه بقى؟ تعاقب الليل والنهار، حدوث ظاهرة الليل والنهار، أو تعاقب الليل والنهار. لو قلت برضو سؤال كمان، لو قلت اختلاف ساعات النهار عن الليل، هقول بسبب ميل محور الأرض، ميل محور الأرض بزاوية مقدارها 23.5، أو ميل محور الأرض وخلاص، يبقى اقول بسبب ميل محور الارض، او ما النتائج المترتبه على ميل محور الارض، اقول له ايه؟ اختلاف ساعات الليل والنهار، اختلاف ساعات الليل والنهار من مكان لاخر على سطح الارض. طب يبقى دي اول ظاهره اللي هي ظاهره تعاقب الليل والنهار. نيجي بقى للظاهره الثانيه، حدوث ظاهره الشروق والغروب. طبعا احنا عارفين ان الشمس عندنا بتطلع منين؟ من الشرق، بنشوفها في الشرق الصبح، بعد كده وتغرب منين؟ بتغرب من الغرب. ظاهرة الشروق والغروب دي بتحصل ليه بقى؟ بسبب دوران الأرض حول نفسها، بس خلي بالك من الغرب، من الغرب إلى إيه؟ إلى الشرق. يبقى الأرض بتدور حوالين نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق، جعل الشمس تبدو إنها، تبدو، خلي بالك من تبدو دي، يعني إيه تبدو؟ يعني إحنا بيتهيأ لنا إن الشمس هي اللي بتتحرك. يعني انا الصبح بشوف الشمس في مكان طالعه من الشرق، والظهر اشوفها في نص السماء، وبعدين بعد كده الاقيها في الغرب، يعني كأن الشمس هي اللي بتتحرك. لا، الشمس الحقيقه هي ثابته ما بتتحركش، لكن احنا اللي بنتحرك، احنا اللي بنغير وضعنا امام الشمس، علشان كده الشمس بتبدو لنا انها بتتحرك، فتشرق من جهه الشرق وتغرب من جهه الغرب. يبقى سبب حدوث ظاهرة الشروق والغروب إن الأرض بتدور حوالين نفسها من الغرب إلى الشرق. طب لو كانت الأرض بتدور حوالين نفسها من الشرق إلى الغرب، هيحصل إيه؟ كانت الشمس هتشرق من جهة الغرب وتغرب من جهة الشرق، تمام؟ طيب نشوف بعد كده بقى، ثالثا انحراف الأجسام الساقطة. نتيجة لحركة الأرض ودورانها حوالين نفسها، ده بيؤدي إلى انحراف الأجسام الساقطة على سطح الأرض عن الخط العمودي. الأجسام بتنحرف عن الخط العمودي، فاكرين إحنا قلنا إيه؟ قلنا الأرض بقى يعني المحور بتاعها مائل، مائل بزاوية مقدارها 23.5 درجة. طيب والأرض بتدور حوالين نفسها، لو في جسم سقط منها هينحرف عن الخط العمودي، يعني مش هينزل عمودي كده على الارض. يعني مثلا انا لو في طياره وفي حاجه وقعت من الطياره، هتنزل كده في خط عمودي عن الارض؟ لا، هتنزل منحرفه. طب تنحرف ازاي؟
العلماء قالوا لنا ان هذا الانحراف هيكون يمين اتجاهها في نصف الكرة الأرضية الشمالي، يعني لو انا في النص الشمالي هتنحرف جهة اليمين، يعني انا في النص الشمالي وفي جسم ساقط من مكان مرتفع هينحرف جهة اليمين. طب لو انا في النص في الكرة الأرضي الجنوبي، في نصف الكرة الأرضية الجنوبي هينحرف جهة اليسار، الشيء الساقط ده او الجسم الساقط ده هينحرف جهة اليسار، خلي بالكو وما نلخبطش. يبقى انا لو في نصف الكرة الشمالي الجسم الساقط هينحرف جهة ايه؟ جهة اليمين. طب لو انا في النصف الجنوبي هينحرف جهة اليسار، يعني اعكسها، الشمال يبقى يروح يمين، طب الجنوب يروح ايه؟ يسار. تمام كده، زي ما احنا شايفين قدامنا هو الرياح، هو اتجاه الرياح برضو بتنحرف اهو. ده السهم الازرق ده اتجاه الرياح. اذا كانت الارض ثابته هيبقى اتجاهها شايفين ثابت بالشكل ده، لكن شايفين الاتجاه بيتغير ازاي، بينحرف ازاي؟ ليه بقى؟ لان الارض ايه؟ متحركه، بتدور حوالين نفسها، ما هيش ثابته. فهو في النصف الشمالي اهو انحرفت جهه ايه؟ جهه اليمين. طب وفي النصف الجنوبي تنحرف جهه ايه؟ جهه اليسار. هنا بيقول لي بقى سؤال، ماذا يحدث اذا كانت الارض ثابته لا تدور حول نفسها؟ احنا لسه قايلين الاجابه، لن يحدث ظاهره تعاقب الليل والنهار، مش هيحصل ليل ولا نهار، هيبقى عندنا نص الارض المواجه للشمس في نهار دائم والنصف الاخر في ليل دائم، وبذلك طبعا تصعب او تستحيل الحياه. ظاهره الشروق والغروب، مش هيحصل برضو ظاهره الشروق وايه والغروب. لن يحدث انحراف الاجسام الساقطه على سطح الارض عن الخط العمودي، لن يحدث انحراف الرياح يمين اتجاهها في نصف الكره الارضيه الشمالي ويسار اتجاهها في نصف الكره الارضيه الايه الجنوبي. بما تفسر لا نشعر بحركه الارض اثناء دورانها. طب واحنا قاعدين كده، واحنا قاعدين دلوقتي بنسمع الدرس، الارض ايه؟ بتدور، الارض في حركه مستمره، بس احنا مش حاسين بالحركه ديت، يا ترى ليه؟ بسبب انتظام سرعه دوران الارض، لان الارض بتدور بسرعه منتظمه وثابته. بص تخيل كده انت قاعد في عربيه، العربيه دي ماشيه في طريق كده طبعا مسافلت وجميل، مفيش اي مطبات ولا اي حاجه كده تحسسك بالحركه، والعربيه ماشيه على سرعه ايه؟ ثابته، ماشيه مثلا بسرعه 20 كيلو في الساعه. هل انت هتحس بحركه العربيه وانت قاعد جوه العربيه؟ بتحس بحركتها؟ انت مش حاسس بحركتها. امتى هتحس بحركتها؟ لو السرعه اختلفت، يعني مثلا لو السواق زود السرعه بقى ماشي على سرعه مثلا 50 كيلو، تمام؟ في الحاله دي هتحس ايه؟ لا في اختلاف، تحس ان العربيه لا في حاجه حصلت، في حاجه جديده، او وقف فجاه مثلا. يبقى في الحاله ديت انت هتشعر بالسرعه او هتشعر بالحركه، لكن الارض بتدور بانتظام وبسرعه ثابته، علشان كده احنا ما بنحسش بحركتها. طيب تاني حاجه، تاني سبب، الجاذبيه الارضيه، حيث ان كل ما يحيط بالارض من اشياء ينجذب اليها بفعل الجاذبيه الارضيه، يعني احنا في قوه جذب كده من الارض شدانا ليها، فبتخلينا ندور معاها في نفس الاتجاه، ما نقدرش ننحرف عنها وما نقدرش نحيد عنها، وبذلك تبقى الاشياء في مكانها دون ان تنفصل عن الارض، يعني ما بلاش كده بتتحرك وتسيب مكانها على الارض، لا هي بتلف معاها بتدور معاها بسبب الجاذبيه. فكوكب الارض يمتاز بجاذبيه محدده مناسبه للحياه. والجاذبية عندنا مناسبة جدا للحياة. ازاي يعني؟ في كواكب اخرى عندها جاذبية برضو بس مش مناسبة للحياة، يعني مثلا الجاذبية قليلة جدا في القمر، جاذبية القمر بتعادل قد ايه؟ سدس جاذبية الارض، علشان كده الانسان لما طلع على سطح القمر ما كانش قادر يقف على الارض، هناك كان طاير كده في الجو كده، يعني مش قادر يحط رجله على الارض. يبقى ده ليه؟ لان جاذبيه القمر سدس جاذبيه الارض، طبعا ما ينفعش حياه بالشكل ده. طيب لو كانت لو كنت على المشتري، كوكب المشتري جاذبيته كبيره جدا، الانسان هيلتصق بالارض لا يستطيع الحركه، يعني يحط رجله على الكوكب مش هيقدر يرفعها تاني، ليه؟ لان الجاذبيه جامده جدا هناك. لكن احنا جاذبيتنا ربنا خلقها لنا بالقدر المعقول المناسب ان احنا نقدر نحط رجلنا ونشيلها وهكذا. يعني نيجي بقى لأهم نقاط الدرس. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الظواهر الناتجة عن دوران الأرض حول نفسها، قلنا ظاهرة تعاقب الليل والنهار، وقلنا حدوث الشروق والغروب، وطبعا ده بسبب ايه؟ دوران الأرض حوالين نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق، وقلنا انحراف الرياح، إن الرياح بتنحرف برضو نتيجة دوران الأرض حوالين نفسها، بتنحرف إلى يمين اتجاهها في النصف الشمالي ويسار اتجاهها في النصف الجنوبي. شايف انت هنا الطيارة هي
شايف اهو الخط العمودي اهو، هنا سطح الارض، هنا الاجسام الساقطه من الطياره ايه بتنحرف. لو احنا في النصف الشمالي تنحرف جهه اليمين، لو احنا في النصف الجنوبي تنحرف جهه اليسار. لو الارض ثابته هتنزل عموديه كده، تنزل عن خط زي الخط العمودي ده، لكن طبعا الارض مش ثابته كده. بكده نكون خلصنا درسنا النهارده. طبعا درس سهل جدا ويعني جميل وقصير جدا، فاتمنى ان الدرس يكون عجبكم وقدرت اوصله لكم بطريقه كويسه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ودرس جديد من دروس ماده الدراسات الاجتماعيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.